أهلا مشاهدينا من جديد. مشاهدينا، ضيفتنا كان تخصصها التربية الفنية والرسم، لكنها انتقلت من الرسم على الأوراق إلى الرسم على وجوه السيدات والنساء. رسمت لوحات فنية جميلة متقنة عن طريق فن المكياج، وحصلت على العديد من الدورات التدريبية، كما حضرت العديد من المعارض. تميزت مشاهدينا في الفترة الأخيرة في فن عرفة هوليوود في الثمانينات من القرن الماضي، لكن هو حاليا متواجد في المملكة. ضيفتنا مشاهدينا واللي حتكلمنا بشكل موسع عن الاير براش ميك اب هي خبيرة التجميل أسماء الحربي. مساء الخير يا أسماء، وحياك سيدتي. حياك الله. بداية، حديثينا، شو اللي خلاك تنتقلي من الفن والرسم التشكيلي إلى المكياج؟ طبعا هي كلها نوع من أنواع الفن. من صغري أنا أحب الألوان، أحب التعبير بالألوان، فمجرد انتقال من سطح إلى آخر، من سطح الكانفس إلى وجوه السيدات، بحيث أنك تطلعين بنتيجة سريعة خلال تقريبا ساعة أو ساعتين. طب كونك فنانة ورسامة أصلا، هل هذا كان أسهل بالنسبة لك أنك تحترفي فن المكياج رغم اختلاف الوجوه، البشرات، الأشكال؟ طبعا صحيح، علمتني الرسم، علمني أني أنظر للعيوب الدقيقة والتفاصيل الدقيقة، فهذا أثر على النتيجة النهائية في الرسم عندي. فهي مجرد بس ضربات بسيطة بالفرشاة تغيرين تغيير كبير وتضيفين جمال أكثر. نعم. طب مشاهدينا، ايش رايكم طبعا نستعرض جزء من موهبة أسماء ونتابعها مشاهدينا من خلال التقرير التالي. أصبح المكياج جزء لا يتجزأ لدى أغلب السيدات والفتيات، وفي وقتنا الحالي تطورت الأدوات والتقنيات بالمكياج، وأصبح انتشاره بشكل أكبر وأسهل عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، التي من خلاله تعرفنا على أسماء الحربي خبيرة تجميل وميك اب أرتست. وكان يميزها أنها تستخدم تقنية الاير براش، وهي تقنية تسهل على السيدة الوقت والجهد خلال وضعها للمكياج بأنواعه وأوقاته مهما اختلفت المناسبات. لبرنامج سيدتي إيمان التركي. أسمع، ياريت تعرفينا بشكل أكثر على الاير براش ميك اب، إيش هو؟ هو اعتبارا فن دخل هوليوود من زمان، يعني من الثمانينات للتسعينات، وكان منتشر بشكل كبير بين الميك اب ارتست. هو فرع من فروع الاتش دي ميك اب، اللي هو مخصص لكاميرات الاتش دي اللي تلقط اقل يعني تغير في البشره او اقل تفصيل في البشره. طبعا الاير براش مجالاته عديده جدا، من مكياج الوجه، مكياج الجسم، للسبيشال افكتس، للمكياج المسرحي. هو عباره عن رش المواد عبر جهاز، بحيث انك ترشين الالوان والاصباغ بطبقه خفيفه جدا لكن بهاي كفرج. هذا هو الاتش دي ميك اب، وخاصه الاير براش. طبعا انا حبيته، حسيت انه شيء مختلف وشيء يناسب الاذواق اللي الان منتشره، بحيث انه البنات الان يبغون مكياج ناتشورال بس بنفس الوقت يعطي كفرج ويعطي لون حلو للبشره. هذا هو الاير براش. اللي شفناه في التقرير شيء جميل، وما شاء الله كان في تغطيه عاليه، ما كان في اي مثلا تصبغات او تغير في الالوان في الوجه، كله متناسق، طبقات ثقيله يعني. بالضبط. لكن عارفينا اكثر يعني، شو التفاصيل او شو الروتين، الخطوات اللي تسويها خلال هذه الجلسه؟ طبعا تبدأين بتحضير البشره بما يناسب البشره اللي قدامك، من بيس، من تصحيح للتبقعات، المشاكل. بعدين تبدأين برش الفاونديشن. طبعا انت في الاير براش ميك اب تقدرين تستخدمين كل المنتجات، من فاونديشن للبرونز حتى الاي شادو، كل ما كانت المهاره عاليه جدا. فانك تحطين الماده في الجهاز نفسه اللي شفتوه بالتقرير، زي المسدس كذا، الجانز. فيبدا برش الماده، عرفتي؟ الفن يبغى له دقه شوي، يبغى له تدريب عالي، لانه اقل خطا فيه راح يبان، فيتركز اللون في مكان التركيز معين. بالنسبه لكم يكون على ايش بالضبط؟ على التوزيع المتساوي. توزيع المتساوي، متى تكثرين الماده، متى تخففينها، كيف تدمجينها، بحيث انك يعني ما تستخدمين اي فرش نهائيا. هو المفروض ما تستخدمين اي فرشه في دمج الماده، خلاص هي تدمج نفسها بتوزيعك، بتدريبك عليها. طب وبعد ما يتم رش الفاونديشن او كريم الاساسي، يعني شو الخطوه اللي بعدها؟ يكون في طبقه او دمج فرد؟ لا ما تفردين ولا شيء. انا لما امر بالسمنجه بس دمج بسيط جدا 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 لما يكون في عيوب، لكن ما تمررين عليه ولا حاجه ولا تستخدمين ولا شيء، اخر شيء تثبتينه بالباودر بس فقط. طبعا الحلو فيه ايش؟ اول شيء نظيف، للبشرات اللي فيها مشاكل، البشرات الحساسه، طبعا ما يخلي اي اتصال باي ماده ثانيه او باليد. بالضبط. يعتبر يعني انظف شيء بالمكياج انك انت ما تتدخل لا يدك ولا اي فرشاه من وجه لوجه، لا، عباره عن رش مباشر للماده وخلاص، عرفتي؟
طبعا هو انواع نفس البرودكت، هذه انواع حسب نوع البشره، حسب اي زي ما احنا شايفين. طبعا اثناء استخدام الباودر هذه بمجرد بعدين لو ابغى اوزع منتجات باودر، لكن كلها ممكن تتم بالاير برش. طب وبالنسبة للكونتورنج أو تحديد الوجه برضه يتم بالرش أو لا؟ إيه؟ بعد طبقة الفاونديشن اللي رشيناها نبتدي نستعمل الفرش أو نهائيا ما تحاولي تستخدمي فرش غير بالتثبيت؟ لا شوفي، إذا أنت تبغين هاي بروفيشناليتي وعندك الوقت الكافي إنه ياخذ وقت، كله استخدميه بالاير برش، كهايلايت كبلاشر ككونتور كله يتم بالاير برش. طب ما تكون الكمية كبيرة، ما يكون سميك على الوجه إذا طبقة فوق طبقة؟ لا لا لا، هي أساسا البرودكت نفسه تحطين نقاط فقط، يعني مثلا كالفاونديشن كالبرش كالبلاشر تحطين بس نقطه نقطه في الجهاز. عرفتي؟ يعني اساسا لما انت تجين تقيسين الماده تستخدمينها ترى ما تتجاوز 5 إلى 6 نقاط ككل. في ناس وصفوا لي ان الكميه المستخدمه بالاير برش اقل بكثير من اللي نستخدمها على وجهنا بالضبط. طب ليش اللي اختلف مع ان رش يفترض يغطي بشكل اكبر؟ لانك ترشينه رش. عرفتي؟ لما انت ترشين الماده انت اساسا قاعده توزعين ذرات بسيطه منها على الوجه كله، غير لما تستخدمين شيء سائل تصبينه بعدين بالفرشة أو بالإسفنجة تبدأين توزعينه. هذا الفرق، إنك أنت ما تحطين كميات كبيرة، لا هي كميات بسيطة لكن تعطيكي هاي كفرج لأن التصبغ فيها عالي جدا. عرفتي؟ فالفاونديشن حق الإير برش أو حق الإتش دي يوصل كمية الصبغة فيه إلى أكثر من 50%، بينما السائل الزيوت والمواد السائلة أكبر من كمية الصبغة. عرفتي؟ يعني ممكن توصل إلى 20 أو 30%، عشان كذا تحتاجين كميات كبيرة منها. هذا الفرق بين الإتش دي أساسا بشكل عام، حتى البودرة حتى الشادو البيجمنتيشن فيها جدا عالي. طب بالنسبة للإتش دي يعني حاليا طبعا أكيد هو مخصص لكاميرات الإتش دي أو لإضاءة التلفزيون، لكن في سيدات يميلوا لاستخدامه بشكل دائم، هل بالضبط. هو مثلا ممكن استخدمه بشكل يومي لأي مناسبة ولا لا؟ لا أماكن معينة؟ لا لا بالضبط. شوفي، إذا الكاميرا تلقط أكثر يعني أفضل من عين الإنسان، فمعناته حتى في الأيام العادية راح تستخدمين كمية بسيطة بتغطية عالية. هي هذا الإتش دي، أستخدم أنا كمية بسيطة من المادة لكن تعطيني تغطية عالية لون أعلى، فبحيث النتيجة النهائية ما تكون طبقات يعني سميكة لا، لكن أنت لما تشوفين طالعين في وجه السيدة تشوفين فلولس، تشوفين لون واحد، لكن لما تقربين ما تشوفين الكميات المهولة. عرفتي؟ هذا هو الفرق وهذا الجميل في الاتش دي بشكل عام. طب وممكن استخدامه على كل انواع البشرات؟ وهل الكميه نفسها تستخدم في حال مثلا سيده عندها مثلا نتوءات حبوب او حتى مثلا حفر في البشره نفس كميه الفاونديشن، او تضطري انك تستخدمي كميه اكبر؟ لا تضطري تزيدي او تضطري تغيرين الفورمولا نفسها. لان الفورمولا ما هي واحده. عرفتي؟ في اللي الكحول بيس، في اللي سيليكون بيس، في اللي ووتر بيس، وتتغير باختلاف البشره، تتغير باختلاف البشره، تتغير حتى باختلاف الجهاز نفسه. عشان كذا لازم يكون انت عندك درايه كامله بالمركبات نفسها. يعني الان الاتش دي او الاير برش حاولوا الشركات يسوقوه للمستخدمين العاديين، لكن بنظري ما راح ينجح. ليش؟ لانه مو كل الفورمولا واحده، التركيبات ما هي واحده. هذا ترى كان سؤال الثاني، يعني ان ما ممكن اي سيده تستخدمها اذا مثلا كانت عارفه طبيعه بشرتها والمواد اللي تناسبها، ممكن تستخدم هذه التقنيه او صعب؟ نوعا ما صعب ونوعا ما محبط في البدايه. ليش؟ لان الاجهزه نفسها لو تروح تبي تشتري من ماركه معينه ما راح تكون هي عندها الدرايه هل الجهاز هذا ينفع لتركيبه ثانيه او لا، غير اللي تسوق لها البراند هذه. عرفتي؟ فكل براند تحاول تسوق لمنتجاتها انها هي الافضل، لكن في نفس الوقت كل براند تختلف. عرفتي؟ كنفس تركيبتها يعني، فانت ممكن تستخدمين شيء ما يناسب الجهاز اللي عندك فما توصل لك النتيجه الحلوه فتحسين انه لا ما ينفع. عرفتي؟ هذا المشكله في الموضوع. غير كذا التوزيع يبغى له شويه تحكم زياده، يبغى له تدريب، بحيث انك انت لما تجين ترشين ما يتركز في مكان واحد، لا يديك متعوده على سرعه الحركه وسرعة التوزيع. طب بالنسبة للجهاز ممكن نستفيد منه بأغراض ثانية، مثلا حتى لما نوزع كريم تغذية البشرة مثلا أو كريمات الوجه ممكن نستخدم هذه التقنية أو تكون صعبة؟ ككريمات لا، هو الجهاز أول شيء ينفع للبرونز للجسم، توزيع يغطي تغطية جدا جميلة للجسم، لأنه ما راح يتركز في مناطق فما راح يكون تجاعيد مع الوقت. عرفتي؟ ما راح يكون تجمعات مع الوقت فما راح يبان، هذا الفكرة فيه. غير كذا ممكن توزعين فيه مثبت الميك اب، ممكن توزعين فيه الجليتر والشمر والاشياء هذه، لكن ككريم ثقيل ما راح يتوزع فيه، لازم يكون ليكويد. طب بالنسبه لك اكثر يعني الاماكن اللي يكون مطلوب فيها، هل هي مثلا مناسبات مكياج عادي او سبيشال افكت مثل ما ذكرتي، مناسبات خاصه؟ ايش اكثر شيء مطلوب بالنسبه طبعا لك؟ انا لما من خلال مشاركتي في معرض منتجون كانت اول انطلاقه لي، فبديت اعرف الناس على الاير برش، فما حد عنده فكره لكن عندهم الفضول انهم يعرفون كيف،
فالاغلب العرايس اللي تبي تتصور، البنات اللي تبغى تطلع ناتشرال لوك، عرفتي كانه يعني زي بشرتي بس بشكل افضل، اللي ما يبغون طبقات من الميك اب تبان، عرفتي؟ فلقى اقبال هذا الشيء، لقى فضول ان الوحده تيجي تجرب بتشوف هذا كيف يطلع معاي الاير براش فاونديشن. اكيد تحديدا ان في انطباع دائما انه يعطي مكياج سميك، واللي صار هو العكس. لا لا لا، جدا جدا طبقه رقيقه خفيفه ما تحسين فيها اساسا، حتى لما الزبونة اشتغل عليها ما تحس بشيء، بس شعور جميل ان في شيء قاعد يبخ على وجهه من غير ما تحس يعني بالطبقات الثقيله. طب اسماء، عاده تعتمدي على تقنيه خلط الالوان؟ يعني عاده نشتري الكريم الاساس خلاص نوع معين او الباودر، لكن الاخصائيين انتم تخلطوا الالوان او تدمجوا، تعتمدي الدمج بشكل عام؟ بالضبط، او هذا المميز في الاير براش، انك انت تقتربين لأقرب لون للبشرة، بحيث أنك تحسين لما تطلع الزبونة من عندي ما كأنها حاطة شيء، لكن تشوف وجهها متألق، مشرق، نظر، لون واحد. ليش؟ لأن أنا مثلا ممكن أخلط ثلاث ألوان عشان أوصل للونها الطبيعي، عرفتي؟ هذا الفرق في الموضوع، ما راح تلاقين في فرق أو كأنه حاطة ماسك أو في اختلاف بين الرقبة والجسم، لا. عشان كذا إحنا الاير براش يعطيك حريه في الخلط، في الدمج، في ماتش للون البشره. وطبعا تعتمدي بشكل اساسي كريم الاساس السائل. هو اساسا انا استخدم فاونديشن الاير براش بالجهاز. فاونديشن الاير براش هو يعتبر سائل على فكره، فلما تحطينه في الجهاز يتحول الى اير براش. هو انا حسب ما اعرف ان اصلا صحيا افضل ان تركيز الكريم السائل يكون افضل بكثير واخف على البشره من مثلا انواع ثانيه مثل الستيك فاونديشن او الفاونديشن الكومباكت باودر الى اخره، انه يكون الطف على البشره. هذا شيء صحيح؟ جدا جدا خفيف ويعطيك زي ما قلت لك اقرب للطبيعه، لكن حسب المشاكل، يعني مثلا اللي عندها حفر وندوب وتضطرين تستخدمين فورمولا شوي اثقل، بس يظل اير براش، عرفتي؟ لكن زي ما قلت لك في النهايه احنا نبي نوصل للطله الطبيعيه الناتشورال اللي تغطيه كذا جميله وحلوه، لكن في نفس الوقت ما تحسين بثقل الميك اب ولا تضر البشره اساسا مع الوقت، لانه ما راح يسد المسام. هذا الجميل فيه. كثير يتجهون له في الغرب للعرائس لانها بتقضي اليوم كله وهي تتصور، فما راح يدهن معاها، ما راح يتلاشى معاها، ما راح يعني بعد فتره يبدا يبهت او يخف او ينقلب حتى لونه، لا. هذا المميز في الاير براش. اكيد طبعا مثل ما ذكرتي جميل ان تحديدا في المناسبات الخاصه ان السيده تكون على طبيعتها، لان هذه الصور بتعيش معها فتره صحيح طويله. بالضبط. اسماء الحربي اخصائيه التجميل والمتخصصه في الاير براش تكنيك، شكرا جزيلا على وجودك في سيدتي. شكرا. ومشاهدينا فقراتنا طبعا مستمره، لكن بعد الفاصل. جديد سيدتي مول الآن على جهازك وموبايلك، أول موقع من نوعه عربياً. تجولي بكبسة زر في كل مولات مدينتك، طلعي على أحدث المنتجات وأسعارها وآخر العروض والتخفيضات، واختاري كل احتياجات جمالك وأناقتك وبيتك وعائلتك. سيدتي مول ينقل لك تجارب متسوقات ويستقبلك في ناد خاص لتتفاعلي وتفوزي بعروض شراء لك وحدك. تعالي يا بنات شوفوا وش منزلين على سيدتي مول. سيدتي مول، الوجهة الأولى للماركات العالمية. في سيدتي بعد الفاصل، فتيات يقبلن على كمال الأجسام لتحسين مظهرهن.